يبقى الحدث كحكاية كحكاية. شهر رمضان له مظاهر وعادات وتقاليد سواء قبل الرؤية أو بعدها، وكذلك طوال أيام الشهر، مثل مدفع رمضان أو مدفع الإفطار، الأكلات الخاصة برمضان مثل الكنافة، القطائف، أم علي، الزينات الرمضانية، الفوانيس، المصحرات. إذا بدأنا بالسحور، وكما يقول المؤرخون، فقد حرص المسلمون على طعام السحور وتعددت وسائل وأساليب تنبيه الصائمين وإيقاظهم وقت السحور منذ عهد الرسالة وإلى الآن. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون وقت السحور بأذان بلال، ويعرفون وقت المنع بأذان ابن أم مكتوم، فقد كان هناك أذانان للفجر، أحدهما يقوم به بلال وهو قبيل الوقت الحقيقي للفجر، والثاني يقوم به عبد الله ابن أم مكتوم. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال ليس موعداً للإمساك عن الطعام والشراب لبدء الصيام، وإنما هو إذن للمسلمين في تناول طعام السحور حتى يسمعوا أذان عبد الله ابن أم مكتوم. وعلى مر العصور ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد الولايات، بدأت تظهر وسائل أخرى للتسحير، وبدأ المسلمون يتفننون في وسائله وأساليبه، حتى ظهرت وظيفة المسحرات في الدولة الإسلامية في العصر العباسي. ويعتبر والي مصر كان اسمه عتبة ابن إسحاق، يعتبر أول من طاف شوارع القاهرة ليلا في رمضان لإيقاظ أهلها إلى تناول طعام السحور، وذلك عام 238 للهجرة، وكان يتحمل مشقة السير من مدينة العسكر إلى الفسطاط في القاهرة منادين على الناس: يا عباد الله تصحروا فإن في السحور بركة. في العصر الفاطمي أصدر الحاكم بأمر الله الفاطمي أمرا بأن ينام الناس مبكرين بعد صلاة التراويح، وكان جنود الحاكم يمرون على البيوت يدقون على الأبواب ليوقظوا الناس النائمين. ومع مرور الأيام عين أولو الأمر رجلا خاصا للقيام بمهمة المسحرات، كان ينادي: يا أهل الله قوموا تسحروا، ويدق على أبواب البيوت بعصا كان يحملها في يده، تطورت مع الأيام إلى طبلة يدق عليها دقات منتظمة. هذا ما كان من أمر المسحرات. أما موائد الرحمن فلها أيضا حكايتها، فقد كان يتسابق الأمراء والأغنياء لإقامة هذه الموائد طوال أيام الشهر الكريم، ومدها بأطيب الأطعمة والأشربة لإفطار الصائمين من الفقراء والمحتاجين وعابر السبيل. ويروى أن أحمد بن طولون حاكم مصر ومؤسس الدولة الطولونية هو أول من رأى في شهر رمضان مناسبة كريمة لاستثمار الفضائل، فأمر بدعوة أغنياء وحكام الأقاليم في أول يوم من رمضان ووزعهم على موائد الفقراء والمحتاجين كي ينفقوا عليها. وعرفت موائد الرحمن الرمضانية في العصر الفاطمي وسميت الصماط، وكان الخليفة يعد مائدة كبيرة في أكبر قاعة بقصره تمتد من الليلة الرابعة من رمضان وحتى الليلة السادسة والعشرين، إضافة إلى موائد أخرى في مسجد عمر بن العاص والجامع الأزهر.
ويعتبر الخليفة الفاطمي العزيز بالله أول من عمل مائدة في شهر رمضان، يفطر عليها جميع أهل الجامع العتيق عمرو بن العاص في القاهرة، وأقام طعاما في الجامع الأزهر مباحا لمن يحضر في شهر رجب وشعبان ورمضان. وكان يخرج من مطبخ القصر في ذلك الوقت في شهر رمضان 1100 قدر من جميع أنواع الأطعمة والأشربة. أما مدفع الإفطار، مدفع الإفطار اضرب. نستمع إلى هذه الكلمة بعد غروب شمس كل يوم من أيام شهر رمضان، فيتناول المسلمون إفطارهم، وذلك منذ 560 عاما. الكثيرون لا يعرفون متى بدأ هذا التقليد ولا قصة استخدام هذا المدفع، حيث جاء ظهوره بمحض الصدفة. ففي أول يوم رمضان عام 859 للهجرة، كان والي مصر في هذه الفترة الوالي المملوكي خوش قدم، قد تلقى مدفع هدية من صاحب مصنع ألماني، فأمر بتجربته، وتصادف ذلك مع وقت الغروب، وقت غروب شمس يوم من أول أيام رمضان. فظن سكان القاهرة أن ذلك إذانا لهم بالإفطار. في اليوم التالي توجه مشايخ الحارات والطوائف إلى بيت الوالي ليشكروه على هديته لسكان القاهرة، ظنا بأن السلطان استحدث هذا التقليد الجديد لإبلاغ المصريين بموعد الإفطار. لكن لما توقف المدفع عن الإطلاق بعد ذلك، ذهب العلماء والأعيان لمقابلة السلطان لطلب استمرار عمل المدفع في شهر رمضان، فلم يجدوه، والتقوا زوجته، زوجة السلطان التي كانت تدعى الحجة فاطمة، التي نقلت طلبهم للسلطان فوافق عليه، فأطلق بعض الأهالي اسم الحجة فاطمة على المدفع، واستمر هذا حتى الآن، إذ يلقب الجنود القائمون على تجهيز المدفع وإطلاقه الموجود حاليا بنفس الاسم، مدفع الحجة فاطمة. وقد استمر المدفع يعمل بالذخيرة الحية حتى عام 1859 ميلادية، حتى ظهور جيل جديد من المدافع التي تعمل بالذخيرة الغير حقيقية، ما أدى إلى الاستغناء عن الذخيرة الحية. هذا ما كان من أمر مدفع رمضان. الكنافة. في المعجم اللغوي ورد ذكر الكنافة كحلوى تصنع من عجين الحنطة، يجعل على شكل خيوط دقيقة، ويتم إنضاجها بالسمن في التنور، ثم يضاف إليها السكر المعقد. وأكثر ما تؤكل في شهر رمضان، لأن الجسم في خلال هذه الفترة من أيام رمضان يفقد احتياجاته الأساسية، فيعوضها بسكر الكنافة المعقود وسمنها، لذلك تؤكل على الإفطار، بينما القطائف عكسها، لأن بها مواد مهضمة فتؤكل بعد الإفطار. وقد تعددت الروايات حول بداية ظهور الكنافة، فقيل أن صانع الحلويات في الشام هم أول من اخترعوها وابتكروها وقدموها خصيصا إلى معاوية بن أبي سفيان، هي والقطائف أيضا، حينما كان واليا على الشام، حيث يقال أن معاوية بن أبي سفيان كان أول من صنع الكنافة في العرب، حتى أن اسمها ارتبط به رضي الله عنه، فقالوا كنافة معاوية. فقد كان معاوية يحب الأكل، فشكى إلى طبيبه ما يلقاه من جوع في الصيام، فوصف له الطبيب الكنافة التي كان يتناولها في فترة السحور كأكلة سحور حتى تمنع عنه الجوع في نهار رمضان. وقيل أن الكنافة صنعت خصيصا لسليمان ابن عبد الملك الأموي، لهذا نجد أن أهل الشام يعدون من أبرع المتخصصين في صنع الكنافة. كما قيل أيضا أن تاريخ الكنافة يعود إلى المماليك، وقيل أن أصل الكنافة يرجع إلى العصر الفاطمي، وقد عرفها المصريون قبل أهل بلاد الشام، وذلك عند دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي للقاهرة، حيث كان ذلك في شهر رمضان، فخرج الأهالي لاستقباله بعد الإفطار ويتسارعون في تقديم الهدايا له، ومن بين ما قدموه الكنافة على أنها مظهر من مظاهر التكريم، ثم أنها انتقلت بعد ذلك إلى بلاد الشام عن طريق التجار، والله أعلم. أما القطائف فيرجع تاريخ نشأتها واختراعها إلى نفس تاريخ الكنافة، وقيل هي متقدمة عليها، أي أن القطائف أسبق اكتشافا من الكنافة، حيث تعود إلى أواخر العهد الأموي أو العباسي.
وفي روايات أخرى أنها تعود إلى العصر الفاطمي، وقيل بل يرجع تاريخ صناعها إلى العهد المملوكي، حيث كان يتنافس صناع الحلوى لتقديم ما هو أطيب، فابتكر أحدهم فطيرة محشوة بالمكسرات وقدمها بشكل جميل مزينة في صحن كبير ليقطفها الضيوف، ومن هنا اشتق اسمها القطايف. أم علي لها حكاية. تدرك الزوجة الأولى للسلطان المملوك عز الدين أيبك التي يذكر التاريخ اسما لها هو أم علي، يقول التاريخ أنها ستظل في ذاكرة المصريين وعلى موائدهم حتى الآن، على الرغم من عدم شهرتها أو ارتباطها بأي حدث مهم إلا قصة أكلتها التي تعود وقائع الحكايات حين تزوجت الملكة شجرة الدر عقب وفاة زوجها السلطان نجم الدين أيوب من الأمير المملوكي عز الدين أيبك الذي كان متزوجا من قبل ولديه ابن يدعى علي. في البداية أبدأ أيبك اهتماما كبيرا بزوجته الجديدة الملكة شجرة الدر، متظاهرا أمامها بتجاهل أسرته القديمة وتناسيه، إلا أنه مع مرور الوقت رجع وحن إلى القديمة، عاد لزيارتهم والتردد عليهم، بل وصل به الأمر للتفكير في إعلان زوجته الأولى ملكة على مصر بدلا من شجرة الدر، الأمر الذي أشعل نيران الغيرة بداخل شجرة الدر، فقررت الانتقام لنفسها باستئجار من قام بقتل أيبك ظنا منها أنها قد تخلصت بذلك من المتاعب، وانتقمت لكرامتها، لكنها لم تهنأ بذلك الانتقام أو وضعها الجديد، فقررت أم علي أن تضرب عصفورين بحجر واحد، أن تثأر لزوجها المقتول وتنتقم من شجرة الدر في الوقت ذاته، وهي حديثة سجلها التاريخ كأحد أغرب وقائع انتقام الضرائر، حيث قامت باستحاب عدد من جواريها ودخلت على شجرة الدر في حمامها وأوسعتها ضربا بالقباقيب الخشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ولم تكتفي بذلك بل سارعت إلى إعداد كمية كبيرة من الحلوى صنعتها من الرقاق واللبن المحلى بالسكر ووزعتها على العامة من المصريين الذين لم يعرفوا اسم هذه الحلوى، فأطلقوا عليها اسم صاحبتها أم علي، وهكذا استمرت أكلة أم علي حتى الآن. هذه مظاهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير. وصدق أو لا تصدق.